السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنكمل سلسلة لعبة دراجون كويست. درسنا في الحلقة الأولى اللي فكرنا بيها. I've probably said it before, but it beats me how you ended up working for an old codger like him. اتعلمنا مين اللي بيقول الكلام دوت وحللنا الجملة كلها، ومين اللي مين فاعل يو والفعل بتاعه فين وفعل المين، وعرفنا اولد ديكودجر اللي هو ده. شوفوا هيقول ايه. Not that I can talk, do I? Guess people say the same thing about me. Working for you. طبعا هنا بيقول not that I can talk. ذو يعني ليس فقط ان انا اقدر اتكلم على الرغم من كل دوت. على كل حال guess people say the same thing about me. خمن ان الناس بتقول نفس الشيء نفسه عني. Working for you، اعمل من اجلك. Old codger, I do hope you're not referring to me. قال له ايه بقى هنا؟ Old codger بيتساءل مين اللي قال الكلام ده؟ هو ده. قال له ايه؟ I، مين الفاعل تبع I؟ ده اللي على الاي، هو ده اللي بيقول اي. اي يعني انا، هو بيقول انا. دو هوب يعني انا اامل، وهو اللي بيقول دو هوب يبقى الفعل بتاعه دو هوب انا اامل. يو ار، مين الفعل يو؟ ما هو انا عندي اي يعني انا، ويو يعني انت. الله، ما هو ده انا والتاني اللي قدامه انت، يبقى ده يو. بيقول له هنا you are. طيب you are ايه؟ not. not دي بتنفي الفعل اللي بعده. you are not هتنفي عن ايه فعل؟ اهو referring. اولاد الفعل الرئيسي من دوت، عشان نبقى عارفين الفعل في المصدر بتاع referring refer لحد ال r r e f e r، ده منتهي ب اي ان جي. ليه؟ هنعرف دلوقتي. يبقى not referring يعني بيقول له ايه؟ انا اعمل انك لا تشير. refer to بيجي ورا بتيجي تبع الفعل refer. طيب مي، مين اللي عايد على مي؟ referring to يشير الى مين؟ مي. مي يعني الي. طب هو بيقول انا اامل انك لا تشير الي. الي تعود على مين؟ على دوت، لان هو اللي بيقول انا اامل انك اللي هو دوت لا تشير الي. فمين تعود على الضفدع ده؟ خلاص referring to me. عن ايه بقى referring to؟ اهو I do hope you are not referring to. ها وتو تبع مي. خلاص، ايه رأيك يا ولاد؟ ليه استخدم هنا المضارع المستمر؟ لان هو بيشير اليه at the moment at the time of speaking، في وقت التحدث بيقصد الكلام على مين؟ على الضفدع. هو في الاول بيقول له انت بتعمل من اجل الراجل اولد كوجر، الراجل اللي هو غريب الاطوار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.